السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فقرة مقسمة على ثلاث أجزاء. الجزء الأول سريع كده، حاجة معتادة بتحصل كل سنة بس لازم نعمل عليها سبوت كده، لازم نعمل عليها يعني لمحة سريعة كده للوضع اللي بيحصل في مصر. شايفين شوية الحاجات الحلوة اللي قدام منكم؟ كل الدول طلاب كلية الشرطة، كل الدول طلاب الشرطة نجحوا كلهم بسبب مجهوداتهم. هتسألني بقى، استنى بقى يا عبد الرحمن، ايه مجهوداتهم بقى يا عبد الرحمن؟ اللي ابوه ضابط شرطة، والتاني ابوه برضو ضابط شرطة، اما التالت فكان ابوه لواء مش ضابط شرطة لواء. طب والرابع ابوه برضو مش ضابط شرطة عميد. طب والخامس ابوه رائد مش ضابط شرطة. طب والسادس يا عم مش ضابط شرطة، ابوه عقيد. اولاد الشرطة دخلوا الشرطة، وقبل منها اولاد القضاء دخلوا القضاء، وقبل منها اللي حصل في سوهاج لو تفتكروا في امتحانات الثانويه العامه، عملوا لاولاد البشوات ورجال الاعمال لجنه ثانويه عامه كده سبيشيال كلهم جابوا 95%. ما تعرفش ازاي؟ عادي عادي جدا جدا. المهم ان خلي بالك انت بتتكلم عن بلد السيسي بيحبش فيها الواسطه، عادي جدا. تحيا السيسي الزعيم الذي لا يقبل الواسطه ابدا. اتنين اخوات من نفس البيت دخلوا كليه الشرطه نجحوا علشان عندهم اختبارات عظيمه، علشان عندهم لياقه بدنيه قويه، علشان ابطال. فالاتنين بالصدفه نجحوا. وممكن تلاقي شاب، وممكن تلاقي 50 شاب من 50 قريه ما ينجحوش، انما اتنين من بيت واحد ينجحوا. هتقول لي صدفه؟ هقول لك حقك. اللي نفس اتنين تانيين من بيت اخر ابوهم رائد نجحوا الحمد لله، الحمد لله. اولاد ضابط هيطلعوا ايه يعني؟ يشتغلوا ايه؟ دكاتره ومهندسين والكلام ده؟ لازم يشتغلوا ضباط شرطه. عشان كده لما بتيجي تبص لبتوع الشرطه الايام دي اللي بيدافعوا عن السيسي، ما هم برضو ابهاتهم كانوا بتوع شرطه قبلهم. ده بيورث ده وده بيورث ده، عندهم نفس الايديولوجيه في الدفاع عن الحاكم، نفس القصه. زي ما انت برضو انت كمواطن بتقعد مع نفسك تقول ليه ضابط الشرطه ده ظالم؟ ليه بيبقى ظالم؟ الا يراعي؟ لا يعني ما يعرفش الحق منه. هو اتنشا في اسره الا ما رحم ربي منهم. وانا ليا على المستوى الشخصي والله ضباط شرطه اصدقاء يعني محترمين جدا، لدرجه ان حتى لما حصل انقلاب طلبوا من نفسهم ان يتنقلوا ادارات ما يبقاش فيها اي حاجه من اللي بيحصل فيها ظلم للناس دي. وانا هنا والله لا ادافع، وفي غالبيه عظمى كبيره جدا من ضباط الشرطه، نسال الله العلي القدير ان يمكن لنا في مصر، اقسم بالله لا يحاسبوا حسابا عسيرا. المهم يعني المقصد يعني من الكلام، فضابط الشرطه ده اتكون في بيت ابوه ضابط شرطه اصلا فبيظلم الناس، فاوريدي هو طالع يظلم الناس، هو مش حاسس انه بيظلم، هو اتربى على هذا الوضع. المهم مبروك لبتوع الشرطه، حاجه جميله جدا. في بلد زعيم البلد دي زعيم البلد، اصل الناس امبارح بتكلم على السيسي واقول زعيم، الناس قالت انت بتقول عنه زعيم؟ انتوا عارفينه زعيم قد كده، هو زعيم بس قد كده، تمام. الزعيم قد كده طلع على انا ما بحبش الواسطه، اياكم والواسطه ايها المواطنون، انا رجل عبد الفتاح السيسي لا اقبل الواسطه قط. اي نعم ابني في المخابرات الحربيه بس امانه بالله انا ما بحب الواسطه. اي نعم يعني ابني الثاني في المخابرات العامه بس امانه بالله انا ما بحب الواسطه. اي نعم ابن الثالث في الرقابه الاداريه بس امانه بالله ما بحب الواسطه. اي نعم اخويا رئيس جهاز الكسب غير المشروع بس امانه بالله انا ما بحب الواسطه. اي نعم حما جوز بنتي محافظ جنوب سيناء بس امانه بالله انا ما بحب الواسطه. اي نعم ابني متجوز بنت مدير المخابرات السابق بس امانه بالله انا ما بحب الواسطه. اي نعم كل اخواتي عينتهم في النيابه الاداريه وكل بنات اخواتي عينتهم في النيابه الاداريه بس امانه بالله ما بحب الواسطه. بلد جميله جدا، حاجه روعه، حاجة روعة توريك الحمد لله رب العالمين. وبمناسبة بقى الداخلية لما قلت لك دول بيورثوا، الضابط ليه ظالم؟ عشان بيورث الظلم من اللي قبل منه. النهاردة قررت الخبر من الصحفي وأحد أعمدة مصر اليوم الأستاذ هشام قاسم، الداخلية قررت ترد لحبيب العدلي 17 مليار جنيه عشان احنا ظلمناه. ظلمت حبيب العدلي يا مواطن، يا مواطن انت ظلمت حبيب العدلي. انت ازاي يا مواطن تطلع تقول ال 17 مليون دول جابهم منين؟ ده سؤال 17 مليون جابهم منين؟ ايه السؤال ده بجد؟ انت ظلمت حبيب العدل يا مواطن، ظلمناه حبيب العدل الراجل الكيوت، الراجل اللي كان بيصلي في كنيسه القديسين، فاكرين اللي عمله في كنيسة كان بيصلي؟ الراجل حبيب العدل الكيوت اللي ما عملش حاجه، اللي ما انشاش جهاز امن دولي، اللي ما عملش اي حاجه مجلمه ابدا، حبيب العدل الراجل الكيوت اللطيف، انت ظلمت يا مواطن فلازم نعوضه ب 17 مليون جنيه
يا مواطن شفت حبيب العدلي، شفته قد ايه نظام كيوت وقضاء كيوت وشرطة كيوت وحاجة لطيفة تليق بالعزبة اللي حولوا مصر لعزبة، تليق بيهم، حاجة تليق بوضعهم، تليق بالجو اللي بيعيشوه. كلية الشرطة بقت بالكيلو والحمد لله رب العالمين، واسطة 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 على بقول لك، كل واحد ضابط شرطة ابنه دخل شرطة، وكل واحد قاضي ابنه بقى قاضي، وكل واحد في النيابة ابنه بقى في النيابة، وكل واحد في الرقابة الإدارية ابنه بقى في الرقابة الإدارية. بس انا تقريبا انا اعتقد ان السيسي بيعمل كده عشان يوفر المواصلات، بمعنى ان الضابط اللي رايح الشرطة ياخد ابنه معاه، واللي رايح النيابة الإدارية ياخد ابنه معاه، واللي رايح مش عارف ياخد ابنه معاه، فتلاقي نفسك كده داخل المحكمة. انت هتلاقي رئيس المحكمة المستشار مش عارف ايه، اما نائب الرئيس ده تبقى مراته، اما اللي تحت منه الوكيل النيابة ده يبقى ابنه، طب واللي جنبه مرات ابنه، مرات ابنه اللي بقى حفيده. انت متخيل الجو اللطيف اللي سبيشيال اللي مصر بتعيشه؟ اتنين ضباط شرطة اولاد رائد، يعني الرائد ده اكبر مني انا بثلاث اربع سنين، تمام؟ الرائد الشرطة ده اكبر مني بثلاث اربع سنين في السن. بسم الله ما شاء الله ربنا كرمه، تزوج بدري، علشان كان ابوه بالصدفة لواء، ابوه كان لواء، لا تسألوا عن اشياء ان تبدا لكم تسؤكم، عشان ابوه كان لواء، فالرائد ده تزوج وهو صغير شويه، فربنا اكرمه باثنين اولاد، فالاثنين دخلوا كليه، راحوا الاختبارات، والاثنين كانوا لياقه بدنيه قويه جدا، نجحوا الاثنين، نجحوا في جو جميل من الالفه والسعاده في بلد زعيمها يمقت الوسط ولا يقبل بها ابدا ابدا. حاجه كده يا جماعه جميلة، بقول لك حاجة طريق بالدولة اللي موجودة فيها مصر. علشان كده طبيعي تشوف سلسال الظلم ومسلسل الظلم المتواصل، طبيعي تشوف الظلم المتوارث ما بين ده لده لده، طبيعي تشوف مصر في مؤخرة الأمم لأنك ما أخدتش الرجل المناسب في المكان المناسب. الوسطات وصلت للعبة الكورة، عدد كبير جدا من لعبة الكورة أبهاتهم كان بيلعبوا كورة قبل منهم، فابني بيلعب كورة ألعب كورة، وتلاقي ولا له في الكوره ولا له في البتاعه، وما يعرفش الكوره دي مدوره ولا مربعه، بس عشان كان بابا بيلعب كوره فهو لعب كوره. عشان كده شوف مصر الحمد لله بندخل قدام، بقينا منتخب قطر هزمنا، منتخب السعوديه اللي مع كامل احترامي واجلالي للسعوديه وللقطر ولكل الدول في كل العالم، كان المنتخب المصري من اقوى المنتخبات. فاكرين انتوا في ماتش، اعتقد اللهم ذكرني ان ما كنتش ناسي، ممكن انتوا تذكروني في الكومنتات، 2008 او 2006 لما كنا مصر بتلعب في مره، كنا بنلعب مع ايطاليا وبعد منها البرازيل، شوف انتوا مصر كان عامله زي ما ابو تريكه وسيد معوض وعماد متعب وكل الناس اللي كانت ايه ده ومحمد بركات، شوف الناس دي يا جماعه مفيش حاجه اسمها واسطه ولا بتاع، فكانوا لعيبه بجد. شوف انت الداخليه ايام احمد رشدي كانت داخليه بجد، شوف انت شوف كانت دولة بجد. اي نعم كان في تتفق وتختلف حاجات، بس كان في الاخر في مميزات، يعني في حاجات سيئة في حاجات سيئة، لكن كان في مميزات. انما دلوقتي بص 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 كلهم ولاد لواءات وولاد مستشارين وولاد ظباط، مفيش حد فيهم كده ابن عامل بوسطة وحشة، ايه ده؟ مفيش حد فيهم ابوه دكتور برضه، مفيش حد فيهم ابوه مهندس، قال لك لا ولاد ظباط وولاد ظباط. السيكشن الجديد في اعلان جديد طالع لاولاد المستشارين بقى عشان نجحوا في النيابه. دوله متقسمه، دوله متقسمه، ابن كذا يبقى كذا وابن كذا يبقى كذا وابن كذا يبقى كذا. عشان كده في مره من المرات خليني اختم معاك بفيديو عمرو اديب خرج قال لك كلمه، قال لك احنا ممكن نستورد مهندسين، نجيب مهندسين استيراد واطباء استيراد من الهند، بس ما نعرفش نجيب ضباط. قال لك نجيب اطباء ومهندسين استيراد بس ما نعرفش نجيب ضباط، وهي دي مصر يا عبله مع عبد الفتاح السيسي، في رجل لا يقبل الوسطه قط. عمرو اديب سامحوني ان انا بختم معاكم بجوز لميس، السلام عليكم. انا محتاج يا جماعه ما فيهاش كيمياء، يعني مش هنخترع حاجه جديده، محتاجين الشرطه اسفين، مفيش اختراع بديل، يعني الدكاتره مثلا ممكن نبعت نجيب من الهند مهندسين، نجيب مهندسين صينيين مش عارف، انا مش هجيب شرطه من جواتيمالا، الشرطه تبقى موجوده.